ديناميكية العلاقة بين الأغلبية والأقلية هي ديناميكية معقدة، ولكن على الأقل عبرة التاريخ تدل، وحتى الواقع المعاصر والدول الدول التي نجحت في هذا تدل على أن إذا انفتحت على الأقلية فإنها تنفتح وتبدأ تندمج قليلا قليلا في الأغلبية، وإذا ضغطت عليها أو اضطهدتها فإنها تنكمش على ذاتها على ذاتها، وهذا نوع من ميكانيزمات الدفاع عن النفس. يعني الانكماش على الذات هو نوع من الدفاع الثقافي عن النفس، وتتمسك أكثر بما عندها. وأحسن شيء في التعامل مع الأقليات هو أن تنفتح عليها. إذا هي ترددت وخافت على نفسها، كل أقلية عندها هذا نوع من الإحساس، الإحساس من الخوف من الذوبان. لكن مش مشكلة، أنت أصلا ما تريدها تذوب. أنا أريد أعترف أنه هنالك هوية جامعة وهنالك هويات فرعية، الهوية الجامعة والهويات الفرعية. الهوية الجامعة قد تكون وطنية، نحن أبناء وطن واحد تجمعنا الهوية الجامعة حتى وإن اختلفنا في والهوية الفرعية في هذه الحالة هي الدين والعرق مثلا، ونحن كأبناء ملة واحدة الهوية الجامعة هي الدين، ثم الهويات الفرعية هي العرق والوطن وما إلى ذلك. فدائما مهم أنه في خطاب الناس أي طرف نركز على الهوية الجامعة، وهذا حتى في الحوار مع الأفراد. لو بدأت بالنقاط التي إذا أردت حوارا مع شخص أو حتى جدلا مناظرة، لو بدأت مع بنقاط المتفق عليها فإن قلب الشخص ينفتح ليتقبل منك النقد في النقاط التي تختلف معه فيها. لكن لو قفزنا إلى نقاط الخلاف والنقد وكأن كل ما قاله هو خطأ، فهذه مشكلة، سيدافع حتى عن خطائه. نفس الشيء في العلاقة بين الهوية وبين الأغلبية والأقلية. والأغلبية والأقلية كما قلت هي قضية فيها تداخل طبعا، لأنه لأغلبية باعتبار ماذا؟ باعتبار أي هوية؟ ممكن باعتبار العرق الأغلبية هي مثلا العرب، وباعتبار الدين الأغلبية هي جهة أخرى إلى آخره. فالمهم في كل هذا هو أنه الانكماش من طبيعة الأقليات لأنها تخاف على ذاتها من الذوبان، لكن كلما انفتحت الأغلبية عليها، ومسؤولية الأغلبية أكبر من مسؤولية الأقلية، لأن بمثابة الأخ الأكبر، مسؤولية الأغلبية هي أن تنفتح أكثر. لماذا الأمريكيين عندهم شهر للتاريخ الإفريقي؟ ما عندهم شهر للتاريخ الأوروبي، أغلبية الشعب هم تاريخ أوروبي، هم من أصول أوروبية، لكن ما في ولا حتى يوم تاريخ أوروبي، لكن في شهر كامل تاريخ الإفريقي، لأنه الأغلبية تريد أن تكسب الأقلية، تريد يعني هذا نوع من العقل. عندهم يوم عطلة، مارتن لوثر كينج داي، يوم مارتن لوثر كينج، لكن ما فيه يوم لواشنطن أو جيفرسون أو كينيدي مثلا من رؤساء أمريكا. هو هذا نوع من الاحتواء، نوع من تأليف القلوب، نوع من يعني إخراج الأقلية من هذا القمقم الذي تريد أن تحبس نفسها فيه. وأعتقد أنه من الحكمة ومن الدعوة ومن السياسة أيضا. والله أعلم. تفضل أخي. الفترة الحالية فترة التوازن، تكوين المجتمعات من الانتسام، طرحت الآن مطروحة فكرة أنه يعني هل يوجد أدوات، أو السؤال يعني بخصوص المحاضرة، هل ممكن نعتبر هذه النقاط التي تحدثت فيها هي أدوات قياس للمجتمع إذا كان هذا المجتمع قد ينقسم طائفيا أو إثنيا أو عرقيا في هذا المجال، بناء على نتائج هذه القياس. الشيء الآخر أنه عادة في فكر الدعاة الإسلاميين والمسلمين والمفكرين الإسلاميين عدم اعتراف في الجغرافيا. الآن تحدثت أنه حتى في الدولة الإسلامية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هناك تحديد جغرافي في لهذه الأمة، هل ممكن الاستزادة في هذا المجال؟ لأنه دائما الخطاب الإسلامي لا يعترف بما تفضل في الجغرافيا، فتجد السوري يتحدث في الشأن المصري كأنه مصري وزيادة، ويجب على الآخرين أن يسمعوا هذا الكلام. أما حديث السوري في الشأن المصري فهذا جيد، يعني ليس مشكلة بالنسبة لي، لأنه هو نحن مزقتنا السياسة، ولكن الثقافة هي التي حافظت لنا على الوحدة حقيقة. لولا أنه ينفعل بعضنا بما يجري للبعض الآخر لكانت خلاص القطيعة السياسية تحولت إلى قطيعة
نهائي يعني. فهذه الوحدة الثقافية مهمة جدا. لكن طبعا أنا أعتقد يعني هو محاولة الإسلاميين القفز على الجغرافيا طبعا هذا خطأ سياسي كبير وأضر بفاعلية الحركات الإسلامية من ناحية السياسية، ولاحظه الكثير من مؤرخي الحركات الإسلامية. مثلا الدكتور حسن مكي في كتابه الحركة الإسلامية في السودان يلاحظ أن الحركة الإسلامية في السودان في العقود الأولى من عمرها يقول كانت منفعلة بما يجري في الخارج أكثر من تعاطيها مع احتياجات الداخل. وهذه أصلا بداية الوعي تبدأ هكذا. نحن طبعا بدأ الوعي عندنا اهتمام بمآسي المسلمين وجراحهم في أرجاء الأرض، فكان هذا هو نوع من الانفعال وليس الفعل حقيقة. ساعد في وحدة الأمة من ناحية الثقافية، ولكن أضر من ناحية القوة، ميزان القوة الداخلي، لأن الحركة الإسلامية لم تلعب دور قوي داخليا بحكم أن الاهتمام مشدود بما يجري لشعوب إسلامية أخرى. وهذا صحيح من ناحية سياسية صحيح يعني. فطبعا في حاجة للاهتمام على الأقل السياسيين والمربين، لا أقول العلماء، ويعني هذا مهمتهم أنهم يخاطبوا الأمة كلها طبعا، ولازم يهتموا بشؤون الأمة كلها، وهذا رمز لوحدة الأمة ضروري المحافظة عليه. لكن السياسي ممارس لابد أن يكون مركزا على احتياجات الداخل أكثر من الانفعال بالخارج، ولابد أن تكون عنده أولوية في هذا المجال. بالنسبة لي ما هو السؤال الثاني؟ جغرافيا. نعم طبعا أدوات القياس. نعم أنا أعتقد أنه في دول نجحت في إدارة الهوية، وبالمناسبة صديقي الباحث التونسي الكندي من أصل تونسي الأستاذ محمد بن جماعة لديه دراسة قيمة في هذا الموضوع، وهو يتناول تجربة 15 دولة في مجال إدارة الهوية المتعددة، منها جنوب إفريقيا التي كان سيتحدث عنها الدكتور صلاح اليوم، ومنها الهند، ومنها هولندا، ومنها بلجيكا، أستراليا، نيوزيلندا، كندا طبعا هي أحسن مثال وهو عايش في كندا وعارفه كويس، وسويسرا، الدول اللي تعاملت مع إشكالية تعدد اللغة مثلا وكيف قننت تعدد اللغة. في بعض الدول فيها 13 لغة رسمية، نحن نتقاتل من أجل أنه نرفض لغتين يعني. في بعض الدول فيها 13 لغة رسمية مثل جنوب أفريقيا مثلا. في الهند يعني ما تدري كم لغة ما شاء الله، وكل أقلية عندها لغة وعندها هوية عندها حق في الدستور الهندي أن تشكل مدارسها الخاصة بها، وعادي ما عندهم مشكلة. مش مشكلة. في كندا ما في شيء إلا ويترجم للغتين الإنجليزية والفرنسية، كل شيء باللغتين، أي خطاب سياسي، أي وثيقة سياسية، أي وثيقة قانونية، حتى النقاشات في البرلمان كله يترجم. حتى مرة لفتت نظري وأنا في أوتاوا من سنتين علبة كلينكس هكذا مكتوب عليها عدد القطع اللي فيها هكذا، ما أدري 24 أو كذا، مكتوب pieces بالإنجليزية، pièce بالفرنسية، مكتوب الرقم pieces، مكتوب الرقم pièce. الكلمتين نفس المعنى، مش بس نفس المعنى، الفرق الوحيد هو إشارة هكذا على حرف إي اللي يحطوه هكذا اللي يسموه أكسان بالفرنسية. يعني طبعا هذا يكلف جهود في البيروقراطية، ويكلف جهود في الصناعة، ويكلف لأنه كل شيء ملزم أنك لازم تكتبه بالإنجليزي وعلامات الشوارع وكل شيء. لكن مع هذا كسبوا منه وحدة شعبهم، لأنه بدون هذا كانت منطقة كبك الناطقة بالفرنسية كلها ستنفصل عن كندا. فالاعتراف بحق الاختلاف، وبعدين بعد ذلك أترك هذه الاختلافات تدار بالحوار، بدل ما تكون بالإكراه تكون بالإقناع. هذا لا يعني أنه أن لا تحاول تقنع، أنت ممكن تقنع هذا أن يتعرب، وممكن تقنع هذا أن يدخل الإسلام وهو ليس مسلم، وممكن تقنع هذا الشيعي أن يتسنن، مش مشكلة. بس قضية إقناع، لا يكون ذلك بالقوة، ولا يكون بسلطة القوة بالقهر، ولا يكون بسلطة القانون، لأن هذا ليس من شأن الدولة. من شأن الدولة هي أنها تشكل فضاء مفتوح صحي يتفاعل فيه المواطنون بعد ذلك بالحوار وبالحسنى، ومن أقنع الآخر فأهلا وسهلا. هذا هو الأصل، وهذا هو الذي نحتاجه اليوم في دولنا. نعم تفضل أخي. نعم. هل في طريق نقدر نمشي فيه بحيث ان احنا نحقق التوافق ده في البلاد العربيه، وهل في دول نجحت في ده فعلا؟
وهل اختلاف الهويات ممكن يبقى عائق لتحليل الوحدة من الدول؟ اختلاف الهويات يمكن أن يكون عائقا ويمكن أن يكون معينا بحسب ما كيف يديره الناس. ونحن ما نحتاجه كما قلت يعني من قبل هو أولا اعتراف بهذا كواقع طبيعي، ثانيا اعتراف بأن هذا ليس فيه شيء ضد الشرع ولا ضد الأخلاق، وليس هنالك خطر لهوية على هوية. ثم أن يكون خطاب الدولة الخطاب الرسمي يتأسس على الهوية الجامعة مع الاعتراف بالهويات الأخرى. فالهوية الجامعة مثلا في لبنان هي العروبة، فكلامهم عن العروبة هو أكثر توحيدا لهم من الكلام عن الإسلام مثلا أو عن المسيحية أو عن التسنن وعن التشيع، لأن ما يجمع كل هؤلاء هو القومية العربية. وطبيعي أن يكون الخطاب الدولة هو التركيز على ما يجمع الناس، ثم ترك للناس الحرية في هوياتهم الأخرى. بينما في بعض الدول المسلمة اللي مسلمة 100% طبعا الخطاب هو الإسلام. عندنا في موريتانيا طبعا الإسلام هو الذي يجمع، لأنه مواطنين فيهم عرب وفيهم زنوش ليسوا عربا، 30% من السكان ليسوا عربا، فالإسلام هو. ولذلك لما عند وقت الاستقلال اختلفوا، قالوا نسميها جمهورية أفريقية، قالوا نسميها جمهورية عربية، قال لا، أخيرا قالوا لا، ما في حل إلا نسميها الجمهورية الإسلامية الموريتانية. فكان هذا الحل اللي استطاعوا به أن يعيشوا معا، وإلا كان ممكن يعملوها أكثر من دولة يعني. فأنت في أي خطاب سياسي تحتاج التركيز على ما يجمع. أول هوية الوطنية، تقول نحن كلنا مصريون، نحن كلنا عراقيون، مش مشكلة، هذا ليس فيه عيب يعني. لكن هذا لا يكون على حساب الهويات الفرعية. الهويات الفرعية بعد ذلك تترك لها الحرية لتتحاور وتتعايش بالحسنى. نعم، تفضل شيخ. أنا كنت أريد أسألك عن مظاهر لنجاح التعامل الإيجابي كما أنت تطرح في موضوع الهويات، ومظاهر للفشل. سواء يعني فشل ناتج لاستخدام سياسات خاطئة أو محاولات فاشلة حول الجنوب. نعم. حقيقة المثال الأخير اللي تذكرته بالنسبة لموريتانيا، أنا أول مرة أسمع إنه الاسم جاي ناتج لكون إنه في مجموعة قالت كذا ومجموعة قالت كذا. وكان صراع حاد يعني، كان نقاش حاد، كان جمع ما بين الاثنين بالطريقة. الحقيقة لو تتوسع في هذا الإطار، يعني إذا في أمثلة حتى المثال الأمريكي اللي تحكيت عنه فيما يتعلق بسود مظاهر الفشل السابقة التي أدت إلى مظاهر النجاح أو في كندا، وأيضا ما فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ما هي الحدود التي يمكن أن نقبل بها الإنسان المسلم العادي فيما يتعلق بالطروحات في التفاعل الإيجابي بالهويات، حتى وإن كان مثلا يعني مثلا اليوم نجاح النجاح المرشح اللي في نيجيريا وهو مسيحي على أغلبية مسلمة. نعم. نحن حقيقة بالذات في الشعوب العربية عانينا من انشطار خطير لم تعانيه بعض الشعوب الإسلامية الأخرى. وأنا يعني كتبت مرة أنه انشطار كان سببه هو صوت عبد الناصر وقلم سيد قطب رحمة الله عليه على الجميع يعني. ولا نسوي طبعا بين حاكم وبين كاتب يعني ومفكر قتل شهيدا مظلوما، ولكن الانشطار بين القومية العربية والإسلام هذا أخطر انشطار في تاريخنا المعاصر مع الأسف. وهذا بالمناسبة من أسباب الانفعال بما يجري في الخارج الذي تحدثنا عنه من قبل يعني. فتجد قد تجد واحد عربي في المغرب يريد يتحد مع مسلم في أفغانستان، ولكن ما يريد يتحد مع يعني الجزائر. نعم، ما يريد وحدة مع الجزائر مثلا بجنبه أو هكذا. فنحن عاني الصحراء الغربية. نعم. الصحراء الغربية، لا، المغرب يريد الصحراء الغربية. بس الجزائر ما تريدها لهم يعني. فنحن عانينا من انشطارات كثيرة ما في شك في هذا، وأسباب يعني مظاهر الفشل كثيرة مع الأسف يعني. الحروب الأهلية، القتال الذي حدث في العراق بين العرب والكرد تاريخه طويل، الصراع سني وشيعي هو مثل من أمثلة يعني الفشل في إدارة الهوية، لأنه عدم الاعتراف بالتعددية المذهبية هو فشل كبير من هذا. وعند الغربيين طبعا كان الفشل أوضح في السابق، وكان والنجاح أوضح اليوم
لأن الأمريكان كان في عزلة تامة للسود عن المجتمع، حتى كانوا يحرمون عليهم أن يركبوا معهم في نفس الباصات أو في نفس القطارات أو يجلسوا معهم على نفس المقاعد الدراسية ويدرسوا معهم في نفس المدارس. يعني كان تمييز عنصري رهيب. حتى الامتزاج العرقي الذي رأيناه وحدث في الإسلام كان إذا وقع امتزاج عرقي يكون مشكلة كبيرة في أمريكا حتى يقننوه. تصور، كان مرة ندرس وثائق عن العبودية في أمريكا، فنصوص قانونية يعني أحكام قضائية تقول إن هذا الشخص ذمنه أوروبي أو ثلثه إفريقي أو الثلثان منه إفريقية والثلث أوروبي أو ربعه إفريقي وثلاثة أرباع، يعني كلام سخيف، وبناء على هذا أحكام، صور أحكام تمييزي يعني حقوقه بناء على هذا. هذا النوع من العنصرية نحن ما وجد عندنا، هذا النوع من الفشل العنصري المحض ما وجد في تاريخنا الحمد لله، وهم وجد عندهم فشل ذريع ولكن تلاه نجاح، أخذوا الدرس. نحن ما وقع عندنا الفشل الذريع في هذا المجال، ولكن ربما هذا سبب أننا لم نتعلم الدرس. حتى في مجال القهر السياسي ما وقع عندنا بدرجة أنه الحاكم يدعي أنه يستمد مصدره من الله كما ادعى الملوك عندهم في أوروبا العصر الوسيط، ولكن أيضا هم أخذوا الدرس يعني. فكان الفشل في تاريخهم أكبر والنجاح عندهم اليوم أكبر، وكان عندنا الفشل في الماضي أقل والفشل اليوم أكبر لأننا لم نستقي الدرس تماما. فيعني الفشل موجود مع الأسف. كلما وجدت الحرب اللبنانية، الحرب الأهلية في لبنان اللي بدأت عام 75 هي مثال واضح على الفشل في إدارة الهوية، خصوصا الهوية الدينية بين قوم تجمع بينهم القومية ولكن يفرق بينهم الدين. أمثلة كثيرة طبعا توجد في هذا. تفضل أخي. تاريخ الإسلامي أو في منظومة الإسلام إلى ما خرج الإسلام من كونه دعوة وتحوله إلى دولة، أي أن هذا الفشل بدأ منذ عهد عثمان رضي الله عنه عندما بدأت الدولة وبدأت تتفجر فيها حاجة الإنسان إلى القضاء المعرفي. أنا قبل يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانت كاريزما الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت هذا التآخي والتلاحم الذي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تفجر ليدفع الناس إلى البحث عبر فترات تاريخية طويلة في التاريخ الإسلامي عن من أنا، سؤال الهوية والحاجة إلى قطاع معرفي غير القطاع الإسلامي. هذا لاحظوه في دويلات كثيرة جدا حكمت باسم الدين، باسم الإسلامية، مشاريع إسلامية سياسية نستطيع تسميتها. عندنا تجربة مثلا في السودان، الدولة المهدية تجددت نفس التجربة بحذافيرها في عهد حكم الإخوان المسلمين في السودان حاليا. في عهد الدولة المهدية بدأت الدولة بمفهوم إسلامي، وما توفي محمد أحمد المهدي الإمام الذي صاغ هذه التجربة حتى تحولت الدولة إلى صراع بين زنوج وعرب وقتال حول مفهوم من هو الأحق بالحكم، هل هم المجاهدين الأفارقة الذين دعموا المهدي أم العرب اللي هم أغرباء المهدي الذي يدعي النسب الشريف. ثم بعد ذلك حتى في تجربة الإسلام السياسي حاليا، ربما لأن في الإسلام السنة ليس هناك تجربة إلا عندنا في السودان دولة إسلامية بمعنى دولة إسلامية، كل الدول تدعي المدنية حتى إن لم تكن مدنية بشكل حقيقي، وتجربة الإسلام السياسي في إيران، هذه التجربة الشيعية وهذه التجربة السياسية، لكن يشتركان في تفجير نفس الأزمة. إلى الآن هناك أزمة في إيران فجرت الهوية، هناك أزمة في السودان حتى قد لا يعرف الناس أن أساس الانشقاق الأخير داخل الحركة الإسلامية بني على أن من هم من أصل إفريقي من أهل دارفور ومن معهم ذهبوا مع الشيخ والمؤسس الترابي، ومن هم من أصول عربية من شمال السودان ذهبوا مع الرئيس حسن البشير، وانشقت الحركة ذات القاعدة الإسلامية، القاعدة الاجتماعية عن الإسلامية، انشقت إلى زنوج وعرب تناسوا تماما هذا المشروع الأساسي الذي معهم الذي هو الإسلام. فهل هناك إشكالية حقيقية بين أن يكون هناك دولة إسلامية ودعوة إسلامية؟ أنا أعتقد أن الدعوة الإسلامية ناجحة بلا شك، لكن لماذا دائما عندما تتحول
الدعوة إلى دولة في تاريخنا الإسلامي تفجر هذه الإشكاليات الأساسية وتفجر معها سؤال الهوية والحاجة للقطاع المعرفي بعيدا عن كلمة إسلام. أنا لا أعتقد أن تحول الدعوة إلى دولة هو السبب في التفجر، وإنما الدولة بدأت ناجحة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم فقط دعوة، إنما قدم دولة وكانت ناجحة، وهي دولة قبلت تعدد الهوية، وهي دولة قامت على أساس سلطة شرعية. فكما قلت في محاضرة سابقة، دولة النبوة بدأت عقدا في بيعة العقبة، وتوسعت عهدا، يعني أمم انضمت لها بعهود، كله كان عقود ومواثيق. يعني فالإشكالية هي ليست قضية تحول الدعوة إلى دولة، الإشكالية هي إشكالية الشرعية السياسية. إذا لم توجد شرعية سياسية فأنت فتحت الباب لكل الانشقاقات، لأنه منطق السيف منطق القهر هو الذي سيسود في النهاية بعد ذلك. وليس ولذلك لما قلت لعثمان رضي الله عنه قال مروان بيته المشهور: أرى أمورا عظاما حان موعدها، والأمر بعد أبي ليلى لمن غلب. وأبو ليلى هو عثمان رضي الله عنه. الأمر بعد أبي ليلى لمن غلب. إذا كان الاحتكام للسيف فطبعا سيتمزق المجتمع، ما في ذلك الشك. إذا كان الاحتكام لتعاقد وتراضي فلن يتمزق المجتمع، وهذا هو القضية. قضية شرعية سياسية. وأنا متفق معك أنه أزمة الحضارة الإسلامية، يعني وهذا أقوله دائما، أنها أزمة الحضارة الإسلامية هي أزمة دستورية في جوهرها. يعني بدأت أزمة دستورية، لكن الدولة تأسست ناجحة واستمرت ناجحة في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان، السنوات الثمان الأولى من عهد عثمان، وكانت أنجح الدول في التاريخ، لأن هذه السنوات القليلة امتد فيها الإسلام إلى حدود ثلاث قارات، وهذا في حركة عجيبة، يعني طاقة عجيبة، وقيم فيها مستوى من العدل ما حلمت به الشعوب في تاريخها، لا تاريخ الديمقراطيات الأثينة ولا الدكتاتوريات طبعا ولا الإمبراطوريات ولا غيرها. المشكلة هي الشرعية السياسية، ولذلك أنا أي دولة ليست فيها لا تقوم على أساس شرعية سياسية لا أسميها دولة إسلامية. لا التجربة الإيرانية أراها دولة إسلامية، ولا التجربة السودانية أراها دولة إسلامية، هي دولة مسلمة طبعا في ذلك الشك، لكن الدولة الإسلامية لا توجد دولة إسلامية إلا وهي دولة ديمقراطية، لأنها هي الدولة، هي أساس الشرعية السياسية هو اختيار الناس وتراضيهم. إذا لم يكن اختيار الناس وتراضيهم موجودا فأنت فقدت نصف شرعية إسلامية الدولة. إذا أقمت حكما ديمقراطيا فأنت حققت 50% من إسلامية الدولة، ويبقى بعد ذلك الجانب القانوني والجانب الأخرى، يعني التعلق بالأداء. ولذلك أنا أقول أن الديمقراطية هي التطبيق الدستوري للشريعة، هي تطبيق الشق الدستوري للشريعة، ويبقى الشق القانوني بعد ذلك والجوانب الأخرى، هذا شيء آخر. الحركة الإسلامية في السودان طبعا أنا من الذين اهتموا بها كثيرا من تاريخها، وكتبت يعني عنها كتاب وفصل من كتاب وكتيب وحاجات، يعني وهي في القلب. لكن أنا أعتقد أنه انقلاب 89 كان يعني كارثة على في تاريخ الحركة الإسلامية في السودان، وهدم ميراث 50 سنة من العمل الحركي والتنظيمي المبدع والعمل السياسي المبدع اللي امتازت به الحركة الإسلامية في السودان أكثر من أي حركة أخرى، لأنها قفزت فجأة إلى السلطة بطريقة غير شرعية، وهي لا تتحمل وحدها المسؤولية عن ذلك طبعا. كان فيه تهديد من الجيش لصادق المهدي لازم تخرج من الحكومة، وكان فيه تهديد بتدخلات، وكان فيه تآمر أمريكا، وكان غيره. كانت فيه أزمة الثقة بين نخبنا التي تقود إلى هذا النوع من القفزات العمياء، فقفزت إلى السلطة بالقهر، فهدمت الشرعية السياسية في الدولة. وكان من أعراض ذلك أنها انهدمت الشرعية السياسية في الحركة أيضا بعد ذلك، فجاء الانشقاق بين البشير والترابي، هدما للشرعية داخل الحركة نفسها، ليس فقط الشرعية السياسية داخل الدولة. أما ما حدث في دارفور هل هو فعلا صراع عربي إفريقي؟ أنا أعتقد أنه يعني ليس تماما يعني صراع عربي إفريقي، هذا الجانب معروف طبعا، جانب العرب الرحال والأفارقة القرى في دارفور هذا معروف وقديم وحساسية موجودة، وأن أهل دارفور انضموا إلى الشيخ حسن الترابي بعد الصراع بينه وبين البشير طبعا هذا معروف، ولكن أنا لا أسميه صراعا عرقيا حقيقة، لأنه أولا لا أجد بين مسلمي السودان
يعني تمايزا واضحا بين من هو العربي ومن هو الإفريقي يعني بالدرجة الأولى. ولكن أعتبره أكثر صراع مناطقي أكثر منه صراع عرقي. وطبعا أهل السودان أدرى بفجاج السودان وبشعابه. نعم. أولا الأفكار الكبرى للتعايش وتقاطع الهويات. نعم. أردنا أن تنزل على مستوى الإجراءات. أنا مثلا في الحالة المصرية الآن مع قضاء الحرية النقاش حول مادة تانية من الدستور هوية الدولة، لأي مدى يمكن أن تنعكس الأفكار الكبرى على إجراءات دستور قانون ثم ننزل لمستوى آخر؟ هل في نصوص شرعية تمنع من يعني نصوص تتقاطع مع هذه المفاهيم التقاطع والتراكم؟ لا، الإسلام قائم على أساس القسط يعني، وكل والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الرسالات ليقوم الناس بالقسط. العدل هو القيمة المطلقة التي لا تدخلها نسبية. كل القيم الأخلاقية ممكن تدخلها النسبية وظروف الزمان والمكان إلا العدل، لأن الله عز وجل بعث كل الرسل وأنزل كل الرسالات ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكما قال ابن تيمية في عبارته البليغة: إن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح بحال. فإذا أردنا أن نؤسس لهذا نحل مشكلة الهويات المتعددة والمتداخلة والمتراكمة والمتزاحمة، فأول ما نبدأ به هو منطلق أن العدل هو أساس الاجتماع السياسي. العدل للجميع، الحرية للجميع، حلة المشاكل. هذا يقتضي طبعا، هذا كقاعدة أخلاقية وقانونية تقتضي بعد ذلك إجراءات كثيرة في الدستور: عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، الحريات، ضمان الحريات، حرية العبادة للجميع. أنا ضد التقييد يعني حرية العبادة لغير المسلمين أو حريتهم في بناء كنائسهم لو يريدوا يبنوا كنائسهم ومعابدهم. ما في نصوص شرعية تمنع من هذا، كل ما في ذلك هو فقه تاريخي وليس نصوص قرآن وسنة. أنا حتى ضد تقييد أن تقيد تمنع غير مسلم أن يكون رئيس دولة، مش مشكلة في هذا. ما في شيء في الإسلام يمنع إذا اختارت الأغلبية المسلمة رجلا غير مسلم أن يكون قائدها. وكل ما يستدل به فقهاء السياسة الشرعية هو قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهي آية لا علاقة لها بالموضوع لأنها خطاب قدري وليست خطابا شرعيا. هي لا تقنن تشريعا، وإنما هي وعد من الله عز وجل بنصرة الصالحين في العاقبة، مثل قوله تعالى: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني وليست نصا قانونيا. فنحتاج طبعا إلى مراجعة فقهنا السياسي على أساس عموم العدل وعموم الحرية. وفقهنا السياسي في مجال المساواة السياسية فقه واطئ جدا مع الأسف، لأنه فقه تكيف مع واقع القهر كثيرا. فتجد إمام الحرمين الجوين يقول إنه النساء لا شأن لهن ببيعة الإمام ولا أهل الذمة ولا العوام. طيب إيش بقى من المجتمع يعني؟ العوام كلهم خلاص يعني، هذه 90% من السكان. بعدين النساء كلهم، هذه كمان نص المجتمع. وبعدين أهل الذمة، هذا كله لا دور لهم في اختيار الإمام. طبعا هذا ليس مبني على نصوص، بل يذهب يقول إن البيعة تنعقد بالواحد. وابن العربي يقول تنعقد بيعة الخليفة بالواحد، ومن بايع بعد ذلك فهو ملزم بذلك وهو مكره على ذلك شرعا. يعني أي واحد صعلوك ممكن يجير صعلوك آخر في الشارع ويقول له بايعتك أميرا المسلمين، ونحن المساكين كلنا خلاص أصبحنا ملزمين. هذا كلام ما عنده معنى أصلا. فنحن بحاجة إلى مراجعة فقهنا السياسي لتحقيق قيم العدل والحرية، العدل المطلق والحرية للجميع، هذا هو الأساس. وأي دولة تريد أن تشرع التمييز بين مواطنيها اليوم هي دولة تعيش خارج التاريخ وتعيش خارج قيم الإسلام في حقيقة الأمر، وهذا هو الأسوأ أيضا. تفضل. الآن نجد في الفضائيات، في فضائيات تحرض على السنة وفي فضائيات تحرض على الشيعة، هل هذا جيد أو مقبول؟ إضافة إلى أنه مثلا الآن تتكلم عندما نفتح المجال لمن أراد أن يبني الكنائس، من أراد أن هناك مثلا لو أردنا أن نفتح الباب لمن أراد أن يبني الحسينيات للشيعة، نعم، إيران تمول كل الحسينيات لبنائها في دول أخرى وليس في دولة مثلا. أهلا وسهلا، ليش ما تمول السعودية المساجد أيضا؟ مش مشكلة، أنا ما عندي مشكلة مع هذا. أنا أرى أن الحرية هي الأصل، من يقيد الحرية هو الذي عليه الدليل. حتى لو في دولة أخرى؟ في أي دولة،
ولما لا؟ ألسنا نحن نمول المساجد في دول أخرى ونمول المعاهد؟ أغلبية سنية أو ذات بالمجتمع كله، هذا لا ينبني عليه حكم شرعي أنه الأغلبية سنية أو غير سنية. يعني هذا لا يدل. الحكم الشرعي إذا كان من حق هذا الإنسان أن يتعبد الله تعالى بما هو مقتنع به، بما يدين الله تعالى أنه حق، إذا كان هذا من حقي فأنا ليس لي الحق أن أقيده في ذلك، ليس لي الحق في ذلك. طبعا الأصل هو حرية العبادة، حرية الدين، حرية بناء المعابد، من باب أولى بناء المساجد الشيعية وبناء الحسينيات. نحن مع الأسف لأسباب تاريخية، هو أننا أمة أثرية، يعني تنظر للسوابق التاريخية فقط، عندنا تراث في قضية التعامل مع أهل الكتاب وحقوق واضحة، وما عندنا مشكلة كبيرة يعني في وجود الكنائس، لكن عندنا مشكلة في وجود حسينيات، رغم أنه هذه مؤسسة إسلامية، يعني وش مشكلة؟ فهذه حقيقة يحتاج إلى إعادة قراءة للفقه السياسي عندنا. ومع ذلك واقع الأمر أنه في التاريخ الإسلامي كان هنالك، في أغلب مراحل التاريخ الإسلامي كان هنالك تواصل بين السنة والشيعة، ولم يكن هنالك قطيعة. وأنا عندي محاضرة على موقع المركز، مركز التنوع، وضعها أخونا ياسر على الموقع بعنوان السنة والشيعة بين التواصل والقطيعة، يعني أحب أن ترجع لها في هذا. عموما أنا كتبت مرة أني أتمنى أنه الصراع نحوله إلى صراع فكري، هذا المطلوب، ليس سياسيا ولا دمويا فقط. الصراع موجود والخلاف موجود، لكن خلونا الناس متحضرين، خلوا السعودية تبني 100 جامعة في العراق، وإيران تبني 100 جامعة في العراق، ويخلوا السنة التسنن والتشيع يكون حوار بالحجة، وكل واحد يعمل 1000 قناة ومئة ألف إذاعة، مش مشكلة في هذا، لكن ما في قتل ولا في هدم ولا في عدوان، هذا هو المطلوب. إذا كان الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فكيف أجادل أهل الملة بغير ذلك؟ يعني هذه هي المشكلة، هي المسألة تتعلق بقضية نحن لا نتنكر للتعدد والتنوع والاختلاف، نحن نريد أن يصاغ في إطار مفتوح حضاري شرعي من غير ظلم. الظلم محرم مطلقا لا يباح بحال كما قال ابن تيمية، والظلم ظلمات يوم القيامة يعني في الحديث الصحيح، وهذا هو المطلوب. يعني لا يبغي بعضنا على بعض ولا يظلم بعضنا بعضا، ومن لديه فكرة ومذهب ورأي فليدافع عنه بحرية وبطريقة محترمة. التحريض الذي فيه تحريض على قتل أو عدوان هذا طبعا لا يقبل، والدولة من حقها أن تحدد حتى في الإعلام، يعني أن تقيد في الإعلام، وأكثر الدول الليبرالية لا تقبل بهذا. أنت تناقش فكرة نعم، لكن لا تحرض على قتل. لا يستطيع أمريكي أن يحرض على قتل المسلمين في أمريكا، لو فعل هذا سيدخل السجن. لكن ممكن يقول أن الإسلام ديانة باطلة، والمسلم يقول أن المسيحية ديانة باطلة، مش مشكلة في هذا. لكن لو قال مشوه هدموا المسجد أو مشوه فجروا المسجد، لا، هذا ما يستطيع فعل هذا. لو فعل هذا هذه هو سيدخل مشكلة، والمؤسسة الإعلامية التي تحدث فيها ستدخل مشكلة مع القانون ومع سلطة القانون، وهذا هو المطلوب. فنريد أن نحول المعركة إلى حوار فكري، نريد أن نخرج من ثقافة الإكراه إلى ثقافة الإقناع. نعم تفضل. ربما مثال جيد، ما أدري إذا كان له علاقة في التعايش أو في السابق، كان القراء عندما خرجوا من المدينة وصار قراء للقرآن الكريم في الأنصار، مثلا الشام ظهر فيها ابن عامر الشامي، في الكوفة حفص الكوفي إلى آخره، وكل واحد حتى مسمى بالمدينة بالكثير المكي. نعم. لكن الآن نجد مثلا أن الشام تقرأ بحفص الكوفي، وهي يعني تركت قراءة ابن عامر الشامي ودخلت في الكوفة. نفس الشيء الآن مثلا في قطر أو في مكة يقرؤون الأغلبية في قراءة مثلا حفص الكوفي، بينما بلاد المغرب التي مثلا ذهب إليها قراء آخرون أخذت قراءة أخرى مثل ورشة قراءة نافع. نعم. فربما هذا له علاقة أو ربط، أنه ممكن أنا أقرأ في قراءة ابن عامر، لكن بعد 10 سنوات بعد 100 سنة أغير نتيجة أفكار معينة، نتيجة دخول الناس من يعلمون بطريقة ثانية فأستفيد منهم. الهويات تتغير، هي في هويات طبيعية وفي هويات اختيارية. الهويات الطبيعية مثل العرق واللغة هذه ثابتة إلى حد كبير. الهويات غير الثابتة الاختيارية طبعا تتغير، يعني الدين والمذهب والقراءة وما إلى ذلك، هذا كله يتغير طبعا. لكن المشكلة هو التحيز، يعني حينما تتحول، نحن نريد أن هذا التنوع لا يكون، لا يتحول إلى عصبية، هذا كل شيء، لا يتحول إلى عصبية عرقية ولا مذهبية ولا حتى مناطقية. وبالمناسبة التحيز المناطقي هو مشكلة أيضا كبرى.
وعندنا في النحو في تاريخ النحو الصراع بين الكوفيين والبصريين، يعني مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة في النحو. وعندك ابن جبير، يعني ابن جبير مغربي وهو عنده تعصب شديد لأهل المغرب، فيكتب في رحلته لما زار الشام ومصر والحجاز وانتقد كثيرا من مظاهر التدين الشعبي هناك، ثم يعلق فيقول: والحقيقة أنه لا إسلام إلا إسلام أهل المغرب. أنا خلاص مرتاح. وهذا التحيز موجود من زمان، يعني تحيز الناس لمناطقهم موجود، لكن مع ذلك هذا كله قضايا لا شعورية فطرية حتى ممكن تقبل مقبولة إلى حد ما، ما لم تتحول إلى عدوان أو عدوان يعني حسي. فحتى افتخار الناس والصراع طبعا التنافس بين دمشق والحلب في جنوب الشام وشمال وغيره كثير، يعني إلى غير ذلك، هذا كله أمثلة على الهوية المتعددة التي يمكن أن تدار بالحسنى. تفضل. بس الواحد يعني مدمن البحث في المسألة، لكن لماذا دائما يعني ينجح أغلب المسلمين في اختبار التنوع نظريا ويفشلون فيه عمليا؟ يعني شيء ملاحظ جدا. أنا أعتقد لأنه ما في ديمقراطية، يعني في ضعف الديمقراطية أولا داخل الحركة الإسلامية، ثانيا داخل الدول الإسلامية. الإشكالات مثلا الإشكال الطائفي بين السنة والشيعة بدأ سياسيا ثم تحول اعتقاديا بعد ذلك، فلذلك أنا أرى الحل هو سيبدأ سياسي ثم بعد ذلك ستبدأ العقد العقائدية تحل. لو بدأت الديمقراطية حقيقية في إيران بحيث أن أهل السنة أحرار يشاركوا في السياسة ويبنوا مساجدهم ويعملوا ما يريدوا، ديمقراطية حقيقية في العراق، ديمقراطية حقيقية في دولنا كلها، ديمقراطية حقيقية يعني تحمي حقوق الفرد وحقوق الأقليات وحق الكلمة وحق العبادة بدون قيود، ستبدأ الناس تلتقي من جديد. الناس تبتعد عن بعضها بسبب القهر، إذا زال القهر يبدأ الانفتاح. الحركات الإسلامية نظريا طبعا هي إلى حد ما، أنا ما أقول إنها حتى ناجحت نظرية تماما في الموضوع هذا، لأنه بعضها تراثي جدا في نظرته في الفقه السياسي، لم يجرؤ على نقد التراث السياسي بما ينبغي من النقد ومحاكمته إلى مبادئ الوحي. هناك خلط كبير بين الوحي والتاريخ حتى الآن في ثقافتنا في هذا. لكن طبعا الحركة الإسلامية متقدمة إلى حد ما في المجال من ناحية النظرية، وما في الممارسة فهذا أرجع إلى الثقافة الديمقراطية حتى داخل صف الحركة. المفترض أن الحركة الإسلامية تفتح عضويتها لكل القوى السياسية حتى غير المسلمة، وش مشكلة يعني؟ وطبعا هذا كان السودانيون روادا في هذا، لأنه الجبهة الإسلامية القومية كانت مفتوحة للمسيحيين. حتى الحركة الإسلامية كحركة ما كانت تمنع عضوية المسيحيين، يعني تقول إذا كانوا عندهم ولاء سياسي يعني يتبنوا برامجنا السياسي. فكانت نظريا فعلا يعني الحركة الإسلامية في السودان متقدمة في هذا، وكان أغلب حديث التراب في هذا هو حديث عن دولة المدينة وميثاق المدينة وغيره، لكن عمليا كان الفشل ليس فقط مع الأقليات ومع غير المسلمين ولا حتى مع المعارضين من المسلمين، بل كان الشرعية الداخلية داخل الحركة نفسها. الفشل الحقيقي جاء من داخل الشرعية داخل الحركة، فالحركة يعني هدمت الشرعية داخل الدولة فانتقمت منها الشرعية داخل الدولة فانهدمت الشرعية داخل الحركة. وفي ذلك عبرة، وأنا كتبت عنه فصل من كتاب عنوانه فقه الحركة وفقه الدولة، عبرة التجربة الإسلامية في السودان، ضمن كتاب نشره مركز المسبار في دبي، يمكن يعني أن تنظروا في هذا إن شاء الله. السودان لا نعم تفضل. هل نطمح للطرق إلى 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 في المستقبل إلى نقد حقيقي للفقه الإسلامي؟ الفقه الإسلامي هو سند الدول الإسلامية أو التي تدعي التوجه الإسلامي، هذا في أغلب فقه متخلف يجعل هذه الدولة الإسلامية المتخيلة دولة ضد المدنية ودولة غير حضارية. فهل يمكننا أن نطمح إلى نقد هذا التراث الإسلامي؟ ما في شك أنه في هنالك حاجة ماسة جدا لتجديد الفقه الإسلامي، الفقه السياسي أولا ثم الفقه القانوني بعد ذلك، أي الفروع الفقهية. أما الفقه السياسي أولا فلأنه نشأ متكيفا مع الواقع المفروض، وكما لاحظ مالك بنبي بعمق، وكلمته التي أنا بالنسبة لي لما قرأتها في الثمانينات فتحت ذهني لقضية التجربة السياسية الإسلامية كلها، حينما قال إن الحضارة الإسلامية في شقها السياسي لم تنشأ عن مبادئ الإسلام
ولكن المبادئ هي التي تكيفت مع سلطة زمنية قاهرة. فأنا أعتقد أن هذه الكلمة مفتاح لفهم كل التراث السياسي الإسلامي، مع كلمة محمد إقبال التي قال فيها إن الفقه السياسي الإسلامي، المبادئ السياسية الإسلامية بقيت أجنة، لم تجد السياق التاريخي لم يعينها على النمو الطبيعي، جمدت. أنا أعتقد أن هاتين الملاحظتين من هذين العالمين من خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين تلخص لنا مأساة وإشكالية الفقه السياسي الإسلامي، وأين ينبغي أن نراجع هذا الفقه، وكيف ننظر إليه على أنه فقه تكيف مع واقع مفروض. لأن عصر التدوين جاء متأخرا على الملك، الملك بدأ وبعد 150 سنة بدأ عصر التدوين، يعني بعدما استقر تماما. وهذا ترك الفقه متكيف مع الواقع، وترك الثقافة الإسلامية متشائمة جدا في مجال السياسي ومجال الإصلاح السياسي، تشاؤم عميق جدا. كل ما تريد إصلاح سياسي يقول لك فتنة، وأمور كثيرة تحتاج إلى مراجعة. في الفقه القانوني ما في شك أنه الفقه السياسي، الفقه الإسلامي يحتاج مراجعة أيضا عميقة، وبالذات في مسألة ما يسمى في الفقه الدستوري التمييز بين الأخلاق والقانون، morality and legality. هذا أمر في خلط كبير جدا في عند فقهائنا الآن مع الأسف، وعند دولنا ما في تمييز بين الخلق، والخلق هو الشيء الذي ترجع السلطة فيه للضمير، الدولة ما عندها حق تتدخل فيه. يعني هو قد يكون ذنب لكنه ليس جريمة، الذنوب كثيرة ولكن ليست كلها جرائم جنائية يعني لازم يتدخل القانون، لا. الذنوب الكبائر حسب إحصاء ابن حجر الهيثمي 70، كم وضعت الشريعة من عقوبة، كم الكبائر عندها عقوبة في الشريعة؟ يعني 4 أو 5. لماذا؟ لأنه هذه 65 الأخرى هي تدخل في مجال الأخلاق بالمعنى القانوني، يعني القانون المعاصر، هذه أخلاق بمعنى أنها ترجع لضمير الفرد ليس للدولة بها شأن. أما الجانب القانوني، الجانب القانوني هو يتعلق بالحقوق، إذا أصبح سلوكك يضر بالآخرين تتدخل الدولة، أما بدون ذلك فلا. ليس كل حرام جريمة قانونية، هو حرام لكن عقوبته عند الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما في الحديث. المؤسف أنه بسبب أنه دائما السلطة غير الشرعية تحاول أن تعوض عن عدم شرعيتها، فبعض السلطة غير الشرعية تريد، نحن نريد تطبق الشريعة، فتتدخل في حياة الناس في كل صغيرة وكبيرة، هو نوع من التعويض عن الشرعية السياسية حتى تظهر نفسها راعية للقيم ومدافعة عن قيم، وهذا كله نفاق حقيقة. لو كانت تؤمن تطبيق الشريعة تطبقها على نفسها أولا، يعني واحد يريد ما يطبق الشريعة على نفسه ويطبقها على المساكن، هذا ما في فائدة. هذا أنا كتبت أنه مثل الإقطاعي القديم الذي يملكه العبيد، ما يترك واحد منهم يقتل الثاني، طبعا مصلحته يعني، لكن هو يستعبدهم جميعا، وطبعا هو يطبق القانون يعني على عبيده ولكنه يستعبدهم. فبعض الحكام طبعا يستعبدون الشعب ويريدون نطبق قانون، نطبق عليكم الشريعة. لا، لو كنت تؤمن بالشريعة لا جعلتها عالية عليك وحاكمة عليك. الغربيون خرجوا من هذا المأزق لما أسسوا لسلطة القانون، كما قال إبراهام لينكولن، لا أحد فوق القانون ولا أحد تحت القانون، لا أحد فوق القانون ولا أحد تحت القانون. نحن عندنا الحكام فوق القانون والشعوب تحت القانون، فما في قانون أصلا يعني. ولذلك أنا قلت الصراع بين العلمانيين والإسلاميين حول الشريعة هو صراع، هذا ليس وقته أصلا، وقته سيبدأ من الآن بعد الثورات العربية. وقته في الماضي كان كله عبث، لأن نحن نتصارع بأي قانون نحكم في بلد ما في حكم قانون أصلا. خلونا يا جماعة نتفق على حكم القانون ونتصارع مع هذا الحاكم حتى يقبل حكم القانون، بعد ذلك نتصارع بين هل هو قانون إسلامي ولا قانون غير إسلامي. أما نضع العرب أمام الحصان ونتصارع أي قانون يحكمنا، ونحن يحكمنا هوى فرد أصلا، لا هو بقانون علماني ولا هو بقانون إسلامي، فهذا نوع من الاختلال الذهني في ذهنيتنا. والحقيقة أنه الصراع الإسلامي العلماني سيبدأ، أو الحوار أنا أسميه حوارا وأفضل أن يكون حوارا لا صراعا، وسيبدأ من الآن لما يصبح الفضاء مفتوح ونتحول إلى دول قانون فعلا، سيبدأ الحوار ما هو هذا القانون، ونرجو إن شاء الله أن تكون حصيلته خيرا، وفيه نصرة وسيادة للإسلام والمسلمين. وهناك طبعا من مظاهر التجديد كثيرة
أمور كثيرة مثل الحدود التي ليس لها أساس مكين من الشرع، مثل ما يسمى بحد الردة ومثل الرجم، هذه حقيقة ليس لها أصل قوي في الشريعة، بل أصل ضعيف جدا. وطبعا هذا حديث طويل يعني، فهذا لا يمكن اعتباره جزء من الشريعة، هذا جزء من الفقه ولكن ليس من الشريعة حقيقة يعني. أنا مع من يقولون إنه الردة ليس لها عقوبة دنيوية في الإسلام، وإنما عقوبتها أخروية طبعا، وأن الرجم ليس من التشريع الإسلامي، وإنما دخله كما قال الشيخ محمد أبو زهرة، وهو لا يوجد عالم بالفقه الإسلامي وبتاريخه في القرن العشرين مثل الشيخ محمد أبو زهرة، وأنا أرى رأيه في هذا. ولكن هذا حديث يطول، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.